السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة جايين بماسك غريب شوية. الماسك ده بيتكون من، هنعمله ماسك للوجه من البصل. طبعا في ناس كتير هتستغرب، خصوصا ان البصل ريحته قوية طبعا ومزعجة، بس افضل المكونات الطبيعية يا جماعة اللي بتساعد على تطهير البشرة من الجراثيم والبكتيريا اللي بتسبب الحبوب والبصور هو البصل. فعشان كده هنستخدم البصل النهاردة في ماسك النهاردة. ده بالاضافة للماسك، ان البصل هيعمل ايه؟ بيحتوي على مادة الكبريت. مادة الكبريت دي بتحمي الجلد وبتحافظ على نضارته بعيدا عن الشوائب. فماسك النهاردة سهل وبتكون مكونات سهلة وبسيطة قوي موجودة عندنا كلنا. اول حاجة بصلة صغيرة، تاني حاجة معلقة عسل نحل، عسل ابيض، تالت حاجة نص معلقة سمنة بلدي، ونص معلقة مية ورد. اول حاجة في البصلة، بصلة صغيرة جدا يعني يضب على الاستعمال، عشان البصل لما بيقعد ريحته بتبقى مش حلوة. هبتدي اعمل ايه؟ ابشر البصل. ابشرها كويس. تمام. نبشر البصلة كويس. شوانة البصل. الجنب التاني بقى. عارف شوانة البصل يعني. تمام كده. انا تقريبا كده خلصت بشر البصل. هعمل ايه؟ خلاص دي انا مش محتاجاها. هاخد دلوقتي دي خلاص، بس كده البصل المبشور بس هو اللي هاخده. تمام. هبتدي اخد دي البصل ده على معلقه العسل الابيض. تمام كده خلطت العسل مع البصل. تمام. بعد كده هاخد عليه نص معلقة السمنة البلدي. هخلطه معاه، يبقى هخلط البصل مع معلقة العسل مع معلقة السمنة البلدي. اخر حاجة بقى هحطها على الماسك هي نص معلقة مية ورد. طبعا مش مشكلة، هي مش هتيجي معلقة لان معلقة فيها لسه عسل وسمنة. هذا الخليط عندي. خليط بقى كده خلاص اتخلط مع بعضه كويس، بقى جاهز ان انا احطه على وشي. هغسل وشي كويس بالمية، وبعدين هفرد الماسك ده على وشي ربع ساعة، وبعد كده هغسل وشي بمية فترة. تمام. الماسك سهل قوي. تاني بشرة مبشورة، بصلة مبشورة، بصلة صغيرة جدا، نص معلقة سمنة بلدي، معلقة عسل، نص معلقة مية ورد. هخلط المكونات حلو قوي مع بعضها، وبعدين هحط المكون ده على بشرتي لقد ايه؟ لمدة ربع ساعة، وبعدين اغسل وشي بمية فترة. نكرر الوصفة دي كل يوم يا جماعة عشان نحصل على نتيجة حلوة ومبهرة. ده غير ان الوصفة دي هتحمي وشي من البكتيريا، وان شاء الله وشي مش هيطلع فيه حبوب تاني ولا بصور. تمام. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير للفيديو. السلام عليكم.